سنتحدث اليوم عن البروتينات الشحمية المختلفة الموجودة في بلازما الإنسان. سنتحدث عن وظائفها، عن مبررات تخليقها ووجودها، عن استقلابها والاضطرابات المرتبطة بهذا الاستقلاب وما ينتج عنها من خلل مرضي وأعراض وعلامات مختلفة. نتذكر جميعنا عندما درسنا هضم الشحميات وامتصاصها كيف ينتهي الأمر إلى تحويل معظم الشحميات الموجودة في الغذاء والتي تمثلها التراي أسايل غليسيرول إلى شكل الدقائق الكيلوسية أو الكيلومايكرونات التي تحمل هذه الشحميات تراي أسايل غليسيرول من الأمعاء إلى اللمف ومن ثم إلى الدوران لتحصل عليها الأنسجة وتستهلكها وتستخدمها بوساطة إنزيم ليباز البروتين الشحمي ليبوبروتين لايباز. ولكن الطعام يحتوي على أشياء أخرى غير الشحميات، يحتوي على البروتينات التي تتفكك وتهضم إلى حموض أمينية، وكلكم تعلمون أن الحموض الأمينية إما مولدة للكيتون أو مولدة للسكر، وفي كلتا الحالتين يمكن أن تتحول أيضا إلى شحميات تراي أسايل غليسيرول. أيضا يحتوي الطعام على السكريات، فما علاقة السكريات بتشكيل البروتينات الشحمية؟ هل هناك أي علاقة ما بين تناول السكريات وتشكيل الدهون داخل أجسامنا وبالتالي نقلها في البروتينات الشحمية؟ تعالوا نرى الأمر. فبعد الطعام بالإضافة إلى التراي أسايل غليسيرول الموجودة في الغذاء في الخلية المعوية يتم تحويل بعض الكميات من الجلوكوز أيضا إلى بايروفيت أستيل تميم ألف ومن ثم إلى حموض دهنية في عملية تدعى لايبوجينيسيس وأسترتها لاحقا مع الجليسيرول 3-فوسفيت لتعطينا تراي أسايل الجليسيرول الذي يلحق أيضا زملائه القادمين من الطعام في الكايلو مايكرونات. لكن حقيقة الأمر أن معظم السكريات التي نتناولها في الغذاء تذهب إلى الكبد حيث يقوم باستهلاك ما يحتاجه منها ويخزن الفائضة على شكل جليكوجين، وإذا فاض أكثر فإنه يحوله إلى أستيل التميم ألف الذي يتحول إلى حموض دهنية تتم أسترتها أيضا مع الجليسيرول 3-فوسفيت لتعطي تراي أسايل غليسيرول، وأيضا يتم تحويل أستيل التميم ألف إلى كوليسترول. وكل هذه المركبات الشحمية لن تبقى في الكبد وإنما تصدر إلى الدوران على شكل نوع من البروتينات الشحمية هو الفيري لو دينستي لايبو بروتين أو البروتين الشحمي وضيع الكثافة أو VLDL. هذا الكلام بعد الطعام. لكن ماذا يحدث بعد الصيام؟ بعد الصيام كلنا نعلم أن مخزوننا من الطاقة في النسيج الشحمي وهو على شكل تراي أسايل غليسيرول تتم حلمهته بعملية تدعى لايبوليسيز أو تحلل الدهون إلى حموض دهنية وغليسيرول فري فاتي أسيد حموض دهنية حرة. وهنا وفي أي مكان آخر عندما نقول عن الحمض الدهني أنه حر أو عن الكوليسترول أنه حر فهذا لا يعني أنه يمشي في الدوران وحده، ولكن هذا يعني أنه غير مؤستر. الفري فاتي أسيد أي أنها حموض دهنية غير مؤسترة مع مثلا الجليسيرول أو مع الكوليسترول، والكوليسترول الحر أي أنه غير مؤستر مع الحموض الدهنية الحرة. إذن المخزن من الطاقة تراي أسايل غليسيرول خلال الصيام يتحول إلى فري فاتي أسيد وغليسيرول.
الجليسيرول معظمه أكثر من 95% يأخذه الكبد ويحوله إلى جلوكوز في استحداث الجلوكوز، وبالتالي يطلق هذا الجلوكوز إلى الدوران للأنسجة التي تحتاجه بشكل ضروري. أما الباقي الحموض الدهنية فإنها تدخل إلى الكبد الذي يقوم بأسترتها مرة أخرى مع الجليسيرول وتخليق التراي أسايل جليسيرول، وبالتالي تصديرها على شكل VLDL. هذا يعني أن من الفروق الأساسية ما بين الدقائق الكليسية و VLDL هو منشأها الأمعاء والكبد وتوقيت إطلاقها. فالدقائق الكيلوسية لا تطلق إلا بعد الإطعام، في حين أن الـ VLDL يطلق في حالتي الصيام والطعام، ويختلف محتواه من التراي أسايل جليسيرول، فبعد الإطعام هو قادم من سكريات الطعام، وخلال الصيام هو قادم من التراي أسايل جليسيرول المخزون في النسيج الشحمي. إذن هو داخلي المنشأ، في حين أنه بعد الإطعام هو خارجي المنشأ. وفي كلتا الحالتين VLDL والدقائق الكيلوسية محتواها الرئيسي من الشحميات هو التراي أسايل جليسيرول. أيضا في خلال الصيام والطعام الكبد يرسل VLDL كما قلنا. يخضع VLDL كما هو حال الكايلومايكرون لعمل ليباز البروتين الشحمي الذي يحول VLDL إلى البقاوات، والتي هي IDL التي أيضا تتحول إلى LDL بفعل ليبوبروتين لايبيز، والLDL بعد عمل ليبوبروتين لايبيز على VLDL يصبح محتواه الشحمي الرئيس هو الكوليسترول، ووظيفة هذا الـ LDL هو بالتالي نقل الكوليسترول من الكبد إلى الأنسجة الأخرى. هذا يعني أن أحد الأنسجة الأخرى المستهدفة يمكن أن تكون الأوعية الدموية والبطانة الوعائية، ولهذا فعندما يتراكم الـ LDL ويزداد في الدم يمكن أن يترسب في بطانة الأوعية الدموية ويحدث التصلب العصيدي، ولهذا أو من هنا جاءت تسميته الشائعة العامية بالكوليسترول السيء. أيضا في حالتي الإطعام والصيام الكبد يطلق نوعا آخر من البروتينات الشحمية هو الـ HDL High Density Lipoprotein، ووظيفته التقاط الكوليسترول من جميع أنحاء الجسم وإعادتها إلى الكبد، أي أنه عكس الـ LDL، ولذلك فهو يحمي الجسم من الكوليسترول، ولذلك أيضا جاءت تسميته العامية بالكوليسترول الجيد. الآن لنتذكر قليلا بعض النقاط المهمة حول البروتينات الشحمية والتي تم ذكرها بالتفصيل في محاضرتنا السابقة حول هضم وامتصاص الشحميات. البروتينات الشحمية كما ترى بالتعريف والتكوين هي عبارة عن لب كاره للماء يحتوي شحميات غير قطبية غير ذوابة في الماء، وعلى رأسها تراي أسايل جليسيرول واستيرات الكوليسترول، بالإضافة إلى الفيتامينات الذوابة بالدهون. تحاط هذه الشحميات أو هذا اللب يحاط بطبقة من الشحميات متقالبة الزمر أنفيباثيك، ويأتي في مقدمتها الشحميات الفوسفورية وأيضا كميات من الكوليسترول الحر وليس المؤستر. هذا المعقد يتم ربطه ببروتينات أسميناها الصمائم أو صمائم البروتينات الشحمية أو الإيبوليبوبروتينز أو الإيبوبروتينز. وقلنا أيضا أنه يمكن تصنيف البروتينات الشحمية بطريقتين: طريقة الرحلان الكهربي التي تعتمد على الشحنة، وبالتالي فهي تقسم البروتينات الشحمية إلى 4 أنواع، هي الألفا لايبوبروتين والبريبيتا والبيتا والجزء غير المتحرك. وهناك طريقة التنبيذ الفائق ألترا سنترفيوج الذي يعتمد على الكثافة، هذا التنبيذ يعتمد
على الكثافة وبالتالي على نسبة البروتينات إلى الشحميات في البروتين الشحمي. وهذه الطريقة تفصل أو تقسم البروتينات الشحمية إلى 5 أنواع: الدقائق الكيلوسية وهي توافق الجزء غير المتحرك هنا، و VLDL وهي توافق البريبيتا لايبوبروتين، والإت LDL وهي توافق البيتا لايبوبروتين، وال HDL التي توافق الألفا لايبوبروتين، ويبقى الجزء الآخر وهو الفري فاتي أسيد المرتبط بالألبومين. وهنا فرصة لنقول أن أي حمض دهني يخرج من أي نسيج إلى الدوران يلتقطه مباشرة الألبومين ويحمله ليتشكل أبسط البروتينات الشحمية المكونة من الألبومين الجزء البروتيني ومن الفري فاتي أسيد الحموض الدهني الحرة أو الجزء الشحمي. لماذا لا نجد الفري فاتي أسيد المرتبط بالألبومين في الرحلان الكهربي؟ لأن الوزن الجزيئي للألبومين يجعله يخرج خارج ورقة الرحلان الكهربي ولا يظهر. هذا جدول بأهم صمائم البروتينات الشحمية التي تحدثنا عنها سابقا، ويهمنا أكثر هنا أن السيتو، نستذكر من جديد أن السيتو ينشط ليباز البروتين الشحمي الذي يلعب دورا كبيرا في استقلاب البروتينات الشحمية الرئيسي. نذكر أيضا أن البيمية هو الصميم البروتيني الصميمي الانتجرال الموجود في الـ VLDL وما يشتق منه IDL LDL، وهو نفسه الذي يعمل كلاجين لمستقبلات الـ LDL التي من وظائفها أن تقوم بقبض الـ LDL من الدوران. البيت 48 نتذكر أيضا أنه جزء الصميمي من الدقائق الكيلوسية وبقاوتها. نتذكر أن الإيبو إي هو جزء مهم جدا يحمله الـ HDL وينقله في الدوران إلى الـ VLDL وإلى الدقائق الكيلوسية، ويبقى موجودا في بقاوات الدقائق الكيلوسية وفي بقاوات الـ VLDL كالـ IDL. ونتذكر أن الصميم إي جزء مهم في بقاوة الدقائق الكيلوسية ويعمل كلاجين لمستقبلاتها التي تقبضها من الدوران. أيضا نظرة عامة على البروتينات الشحمية وأنواعها كما تجدون أمامكم. هناك هذه هي الأنواع، هذا هو المنشأ لكل نوع، وهنا تجد بعض الخصائص سنعلق على بعضها ولو أننا درسناه بالتفصيل في المحاضرة السابقة. هضم واستقلاب الشحميات، نجد أن أكبر هذه البروتينات الشحمية هو الدقائق الكيلوسية وهذا هو قطرها، وأصغرها بالتأكيد هو الفري فاتي أسيد مع الألبومين، وقبلها الـ HDL بري بيتا. أيضا من حيث الكثافة أقلها كثافة هو الدقائق الكيلوسية وأكبرها كثافة هو الألبومين مع الفري فاتي أسيد والـ HDL وهكذا. والتركيب، النسبة العليا من البروتين نجدها في الـ HDL وفي الألبومين المرتبط بالفري فاتي أسيد. أيضا النسبة العليا من الشحميات نجدها في الدقائق الكيلوسية، وأكثر هذه الشحميات هي الترايأسايلجليسيرول. أما النسبة التالية فهي نجدها في الـ VLDL وفي بقاوة الدقائق الكيلوسية، لكن يختلفان في المحتوى، فهنا المحتوى مختلف وهنا المحتوى الرئيس هو الترايأسايل جليسيرول. المحتوى الرئيس للـ LDL هو الكوليسترول. المحتوى الرئيس للـ HDL في البداية الشحميات الفوسفورية، بعد ذلك تزداد نسب الكوليسترول كما سنرى بعد قليل. الآن في هذه اللوحة ستجد أن هناك تشابهات كثيرة بين الدقائق الكيلوسية والـ VLDL. هذه خلية معوية وهذه خلية كبدية. الخلية المعوية تنتج الدقائق الكيلوسية والخلية الكبدية تنتج VLDL. انظر إلى
هذه النقطة رف اندوبلازميك ريتيكولم الشبكة الهيولية الباطنية الخشنة، وهنا أيضا نفس الكلام هي التي تقوم بتصنيع البروتينات أو الصمائم، صمائم البروتينات الشحمية. فهنا تصنع البيت 48 وهنا تصنع هذه الرباسات المرتبطة على رف اندوبلازميك ريتيكولم تصنع أو تخلق الإيبو بي 100. بعد ذلك يقوم هذا البروتين بالاندماج مع الشحميات القادمة من السموس اندوبلازميك ريتيكولم. السموس اندوبلازميك ريتيكولم يتم قرن البروتين مع الشحميات وعلى رأسها ترياسا الجليسيرول لتتشكل الدقائق الكيلوسية، تذهب إلى جولجي ومن ثم على شكل حويصلات، هنا تخرج إلى الحيز ما بين الخلايا المعوية لتصل إلى الوعاء اللمفي، أما هنا فتصل إلى لمعة شبه الجيب الدموي حيث تدخل إلى الدوران مباشرة، أما هنا فتدخل إلى الدوران عن طريق وعاء لمفي. خلال قرن البروتين مع تراي أسايل جليسيرول يلعب بروتين مهم جدا يدعى تراي أسايل جليسيرول ترانسفير بروتين دورا مهما في عملية الارتباط أو القرن أو الدمج هذه ما بين مكونات البروتين الشحمي الشحميات تراي أسايل جليسيرول والصميم البروتيني بي 48 في الأمعاء وبي 100 في الخلية الكبدية التي تنتج الفي ال دي ال. هنا نجد هذا الاختلاف الذي ذكرناه بـ 48%، لكن كلاهما الدقائق الكيلوسية والفي ال دي ال عندما تذهب إلى الدوران يستقبلهما الـ HDL ويمنحهما الإيبو سي 2 والإيبو إي، وهذان الصميمان يلعبان دورا كبيرا في استقلاب الدقائق الكيلوسية وفي ال دي ال. من النقاط المهمة أيضا الأخرى هو أن كما ذكرنا منذ قليل كلاهما غني بتراي أسايل جليسيرول وهو المكون الرئيس لهما، لكن يختلفان كما ذكرنا وقت التخليق. الأمعاء تخلق الدقائق فقط بعد الإطعام في LDL بعد الصيام وبعد الإطعام. مصدر الطعام هنا مصدر تراي أسايل جليسيرول هنا دائما في الدقائق الكيلوسية هو الطعام، أما هنا فيكون سكريات الطعام بعد الإطعام وتراي أسايل جليسيرول الداخلية من النسيج الشحمي بعد الصيام. الوظيفة بالتأكيد وظيفة الكايلومايكرون هو نقل تراي أسايل جليسيرول الطعامي من الأمعاء إلى الأنسجة الأخرى، ووظيفة الفي ال دي ال هو نقل تراي أسايل جليسيرول وبين قوسين والكوليسترول من الكبد إلى باقي الأنسجة الأخرى. النقطة الأخرى المهمة أن كلاهما يتم استقلابه الدقائق الكيلوسية وفي ال دي ال بواسطة لايبوبروتين لايبيز، وفي كلتا الحالتين تتحول الدقائق الكيلوسية والفي ال دي ال إلى البقاوات، وكلا النوعين من البقاوات يخضع للمصير ذاته وهو القبض عبر مستقبلات خاصة موجودة في الأنسجة المختلفة وخاصة الكبد. بقاوة الكايلومايكرون الكبد فقط هو الذي يقبضها، أما بقاوة الفي ال دي ال والتي هي الاي دي ال أو ال دي ال يمكن أن تتعامل معها الأنسجة الأخرى جميعا، لكن مصيرها النهائي مصير ال دي ال النهائي إذا لم تأخذه الأنسجة الأخرى سيكون هو الكبد من جديد. يجب أن ننتبه نقطة إلى أن تخليق اللايبوبروتين لايبيز ونقلها إلى المكان الذي تعمل فيه يتنشطان بالأنسولين، وبالتالي فإن إزالة الشحميات تراي أسايل جليسيرول من الدوران يتنشط بوجود الأنسولين. وهنا نقطة مهمة جدا، عند مرضى السكري الأنسولين إما ناقص أو أنه لا يعمل كمقاوم للأنسولين، وبالتالي اللايبوبروتين لايبيز نشاطا و
تخليقا سينقص، وبالتالي تصفية الشحميات والفي ال دي ال والدقائق الكالوسية من الدوران سينقص، ولهذا نجد أن مرضى السكري لديهم ارتفاع دائما في هذه الشحميات في الدم. النقطة الأخرى المهمة جدا متعلقة بفعالية الليبوبروتين لايبيز، نجد كما تشاهد أمامك ثابتة ميكاليس الكي ام أعلى بكثير في النسيج الشحمي منها في القلب. لماذا هذه الطبيعة؟ لماذا الطبيعة خلقت هذا التنوع؟ حقيقة نعرف جميعنا أن ثابتة ميكاليس كي ام تتناسب عكسا مع الألفة، مع ألفة الإنزيم للركيزة، أي أنها عندما تكون عالية تكون ألفتها أقل، وبالتالي الليبوبروتين لايبيز في النسيج الشحمي لن تعمل إلا عندما تكون التراكيز عالية جدا، لن تعمل بنشاط إلا عندما تكون التراكيز عالية جدا، وهذا يتناسب ويتلائم مع وظيفتها كخازن للتراي أسايل جليسيرول. أما القلب فيحتاج إلى الحموض الدهنية باستمرار لأنها المصدر الرئيس والوحيد لطاقته، ولذلك فإن كي إم الليبوبروتين لايبيز يجب أن تكون منخفضة، وبالتالي ألفته عالية جدا تجاه الليبوبروتين، وبالتالي سيعمل الليبوبروتين لايبيز القلبي مهما كانت تراكيز البروتينات الشحمية صغيرة، وبالتالي سيحصل على الطاقة في كل الأحوال سواء في حالة الصيام أو الطعام تراكيز قليلة أو كبيرة أو متوسطة، في كل الحالات سيحصل على ما يحتاجه من هذه البروتينات الشحمية وهو الفري فاتي أسيد كمصدر للطاقة. أما النسيج الشحمي فلن يعمل إلا عندما تكون التراكيز عالية جدا. الآن سنستذكر بسرعة هذه اللوحة سبق ورأيتها قبل ذلك وبالتفصيل في محاضرة هضم وامتصاص الشحميات، أما هنا فسأذكر فقط الجزء الذي سيظهر لنا التشابه الكبير ما بين استقلابها واستقلاب VLDL. نتذكر معا أن الأمعاء الدقيقة تخرج الدقائق الكيلوسية الوليدة التي تحتوي بـ 48 و A فقط، هذه الدقائق الكيلوسية الوليدة تأخذ الـ E و C2 من الـ HDL لتصبح دقيقة ناضجة، دقيقة كيلوسية ناضجة. هذا الشكل الناضج يتعامل معه لباز البروتينات الشحمية الذي يحلمه حوالي 90% من التراي أسايل جلسيرول الموجودة بداخلها، فيتشكل الفري فاتي أسيد الذي يرتبط بالألبومين ويتشكل الجلسيرول. الجلسيرول معظمه أكثر من 95% يأخذه الكبد وجزء يأخذه الكلية، وأما الفري فاتي أسيد فأكثر من 80% تأخذه الأنسجة خارج الكبدية وخاصة الشحمي والعضلي الهيكلي والقلبي كما ذكرنا من قليل، ليكون مصدرا للطاقة أو سبيلا لخزن التراي أسايل جليسيرول. أما الباقي حوالي 20% فيأخذها يقبضها الكبد ويتعامل معها بالشكل المناسب. نتيجة عمل لباز البروتينات الشحمية ينقص تي جي تراي أسايل الكوليسترول كثيرا وتزداد نسبة الكوليسترول، يصغر حجم الدقيقة الكيلوسية والناتج هو بقاوة الدقائق الكيلوسية. هذه البقاوة تحتوي على الإي و تفقد السي الذي يعود إدراجه إلى الـ HDL. هذا الـ E هو ما يعمل كلاجين لتعرف مستقبلات خاصة اسمها مستقبلات الـ LDL على هذا اللاجين في الكبد، وبالتالي يقوم بقبض بقاوة الكايلوميكرون ويدخلها إلى الكبد ليحولها إلى محتوياتها المختلفة من حموض دهنية وكوليسترول وأيضا حموض أمينية من الصميم صميم البروتين الشحمي. لو أعدنا نفس الكلام نفس الوصف، إنما استبدلنا كلمة دقائق كيلوسية بكلمة VLDL سيكون كلامنا صحيحا تماما. الكبد يخلق الـ VLDL بشكل وليد يحتوي بـ 100 فقط من الدوران، يأخذ الـ E والـ C2 وبالتالي يصبح ناضجا، تعمل عليه لباز البروتينات الشحمية الموجودة في الأنسجة خارج الكبدية، وقد ذكرنا أيضا في المحاضرة محاضرة هضم وامتصاص الشحميات وصفا كاملا لمواصفات لباز البروتينات الشحمية التي
تقوم بحل مهد ترايأسايل جليسيرول إلى حموض دهنية وجليسيرول. وهنا نقطة التشابه أيضا أن VLDL يتحول إلى بقاوة، لكن هذه البقاوة تسمى IDL. بقاوة IDL قد تخضع لمزيد من الاستقلاب وتتحول إلى LDL، وكلاهما يحوي بيمية الصميم الذي يتعرف عليه مستقبل خاص يسمى مستقبل LDL أو مستقبل أبوبيمية E. هذا المستقبل موجود في الكبد وموجود في الأنسجة خارج الكبدية، وبالتالي LDL يمكن أن يؤخذ إلى الأنسجة خارج الكبدية وإلى الكوليسترول وإلى الكبد أيضا، وبالتالي تفكك إلى محتوياته. هذا باختصار استقلاب VLDL. الناتج هو LDL وسنتحدث عنه بالتفصيل بعد قليل. هناك صميم بروتيني شحمي آخر موجود هو الإيبودي. الإيبودي مرتبط وظيفته مرتبطة بالHDL، ونسميه كما ذكرنا سابقا كوليستيريل إستر ترانسفير بروتين. وظيفته هو تبادل كوليستيريل إستر مع الترايأسايل جليسيرول. لو نظرنا الآن أمامنا سنجد أن الHDL معظمه كوليسترول، أما VLDL والكايلومايكرون وغيرها يكون معظمها ترايأسايل جليسيرول. عندما يلتقيان حقيقة سيتم تبادل بينهما، بحيث أن الكوليستيريل إستر ينتقل إلى باقي البروتينات الشحمية من HDL، وترايأسايل جليسيرول ينتقل إلى الHDL. وكما ناقشنا في حالة الكايلومايكرون، سنناقش أيضا مع VLDL ما هي الاضطرابات المحتملة في استقلابه. لو أن شخصا يعاني من عوز في LBL لباز البروتينات الشحمية، فما الذي سيحدث عنده؟ الآن يجب أن نجمع الكايلومايكرون مع الـ VLDL، لأن لباز البروتينات الشحمية هي التي تلعب الدور الرئيس في استقلاب هذين النوعين من البروتينات الشحمية. وبالتالي عوز هذا الإنزيم سيؤدي إلى عدم حل مهد الترايأسايل جليسيرول، ستبقى الكايلومايكرونات كما هي، سيبقى الـ VLDL كما هو. النتائج المترتبة على ذلك: ترايأسايل جليسيرول سترتفع في الدم، الكوليسترول سيرتفع ولكن ليس إلى الحد الذي يرتفع فيه ترايأسايل جليسيرول، الدقائق و VLDL مركبات كبيرة ستؤدي إلى زيادة لزوجة الدم عندما تتراكم وتزداد فيه، وبالتالي سيصبح احتمال حدوث الخثرات أكثر بسبب بطء الجريان الدموي. أيضا لن تتشكل بقاوة الكايلومايكرونات ولا الـ IDL ولا الـ LDL، وكل هذه ستكون ناقصة في دم المصاب بعوز لباز البروتينات الشحمية. هذه الحالة تسمى وفق تصنيف فريدريكسون باسم النمط الأول من فرط بروتينات الدم الشحمية، أو عوز لباز البروتين الشحمي العائلي Familial Lipoprotein Lipase Deficiency. هل هناك من أسباب أخرى وراثية أو مكتسبة يمكن أن تقود إلى هذه الحالة؟ انظر أمامك وحاول أن تستنتج الحالات أو الأسباب الأخرى التي يمكن أن تقود إلى مثل هذه الاضطرابات. بالتأكيد أي طفرة في سي أو عوز في سي سيقود إلى نفس النتيجة. بالتأكيد أي نقص في الـ HDL سيقود إلى نفس النتيجة، وإن كانت الحالة في حالة نقص HDL ستؤدي إلى اضطرابات وتغيرات أخرى، لكن جزء من هذه الاضطرابات هو ما يحدث في هذا النمط من اضطراب بروتينات الدم الشحمية. أيضا من الحالات المكتسبة أداء السكري
نقص الأنسولين. تذكر ما قلناه عن دور الأنسولين في عمل لباز البروتينات الشحمية، أو مقاومة الأنسولين في البدن أيضا تحدث مقاومة الأنسولين وتؤدي إلى نقص عمل الأنسولين ونقص عمل لباز البروتينات الشحمية. الحالة الأخرى التي نتذكرها هنا هي غياب أو عوز التراي أسايل جليسيرول ترانسفير بروتين. فما الذي سيحدث؟ سيحدث انعدام بروتينات الشحمية بالتا. لماذا؟ قلنا أن هذا البروتين هو الذي يدمج في الخلية الكبدية الصميم البروتيني مع التراي أسايل جليسيرول ويشكل VLDL، وهو الذي يدمج البيت 48 مع التراي أسايل جليسيرول ويشكل الكاينومايكرون. إذن في هذه الحالة سيغيب VLDL عن الدوران الدموي، سيغيب الكاينومايكرون عن الدوران الدموي أيضا، سينقص TG وينقص الكوليسترول. و لكن الكارثة هنا أن التراي أسايل جليسيرول أو TG ستبقى داخل الكبد وتتراكم داخل الكبد، ستبقى داخل الأمعاء وتتراكم داخل الأمعاء، وهذه هي المشكلة في هذا، في غياب هذا البروتين. النقطة الثالثة أيضا في الأمراض، ماذا لو كان لدينا عوزا في الإيبوئي أو طفرة فيه؟ ما الذي سيحدث؟ انظر إلى اللوحة أمامك. أولا بقاوة الكاينومايكرون بدون إي لن أستطيع أن أقبضها في الخلايا الكبدية عبر مستقبلات LDL أو مستقبلات إيبوبيمية إي. أيضا الIDL لن أستطيع أن أقبضها. هذه الحالة تسمى النمط الثاني من فرط بروتينات الدم الشحمية أو اضطراب البروتينات الشحمية بيتا العائلي أو داء إزالة البقوات ريمننت ريموفال ديسيز. هل من أسباب أخرى وراثية أو مكتسبة لهذه الحالة؟ أيضا نقول أن غياب الـ HDL يمكن أن يقود إلى نفس هذه الحالة مع الاضطرابات الأخرى التي ترافق غياب أو نقص الـ LDH. يجب أن نتذكر هنا أن الغياب أو الارتفاع لمكونات البروتينات الشحمية درجته تختلف حسب درجة العوز، فهناك العوز التام سيؤدي إلى غياب تام أو اضطراب تام أو إلى آخره، وهناك غياب جزئي وهناك غياب ضعيف ومتوسط إلى آخره. حسب نسبة الغياب أو نسبة المرض المسبب ستكون النتائج المترتبة عليه موجودة في الدوران وبالتالي درجاتها مختلفة. الآن نقطة مهمة يجب أن نذكرها فيما يتعلق بالإي. الإي له نظائر متعددة وأيزوفورم متعددة 2 و3 و4 إلى آخره. هذه النظائر تختلف في آلية عملها، تختلف في حتى بنيتها قليلا. الملاحظ حسب الأبحاث أن وجود الإي 2 أو زيادة الإي 2 ستؤدي إلى تحسين إزالة البقاوات أكثر، وذلك لأنها ترتبط أفضل بالمستقبلات LDL أو بمستقبلات إيبوبيمية E. أيضا يجب أن نذكر أن الأبحاث تقول أن الـ E4 يرتبط ارتفاعه زيادته في الدم بمرض ألزهايمر. العلاقة المباشرة بينهما غير واضحة حتى الآن، لكن يبدو أنه قليل الارتباط، وبالتالي يمكن أن يؤدي زيادة البقاوات هذه إلى خلل ما، أو أن له وظيفة أخرى لا نعرفها حتى الآن. المرض أو الاضطراب الآخر الذي يمكن أن نصادفه في الحياة العملية هو غياب الـ HDL لسبب ما. غياب الـ HDL يعني غياب المخزن للصمائم البروتينية المطلوبة لاستقلاب الـ VLDL والكايلومايكرونات،
وبالتالي هذا الغياب كما ذكرنا منذ قليل سيترافق مع زيادة VLDL، سيترافق مع زيادة الكايلومايكرونات، سيترافق مع نقص IDL، مع نقص بقاوة الكايلومايكرونات، مع نقص LDL. كل هذه الأشياء ستتغير بغياب الـ HDL. ما زال لدينا فرط HDL، هل المريض يحتاج إلى علاج في هذه الحالة، إلى تدبير في هذه الحالة؟ النقطة الأخرى التي يجب أن نتحدث عنها هنا هي أعطى لمحة بسيطة عن الآلية الإمراضية لحدوث تشحم الكبد. هذه الآلية موجودة أمامك الآن. نعرف أن الكبد كما قلنا منذ قليل يقوم بتحويل سكريات الغذاء، في حالة الطعام أتحدث، تحويل سكريات الغذاء إلى تراي أسايل غليسيرول، ثم يغلفها بطبقة من الشحميات الفوسفورية والكوليسترول الحر، ثم يضيف إليها البروتين، الصميم البروتيني بي100 ليتشكل VLDL ويطلقه إلى الدوران. هذه هي وظيفة الكبد في هذا السياق. الآن نظريا تشحم الكبد يحدث عندما يعجز الكبد عن تصريف، عن إفراز هذه التراي أسايل غليسيرول ضمن VLDL. ما هي الأسباب التي تقود إلى ذلك؟ السبب الأول هو عدم قدرة الكبد على تصنيع البي100 لأي سبب كان، عوز غذائي، سوء امتصاص، نقص حموض أمينية ضرورية، قصور كبدي، كل ما أيضا يخطر على بالك من أسباب تؤدي إلى عدم قدرتي على تصنيع البي100 سيقود إلى عدم قدرتي على تشكيل VLDL، وبالتالي تراكم تراي أسايل غليسيرول ضمن الكبد وعدم خروجها خارجي، وهذا ما يقود إلى تشحم الكبد الذي يقود فيما بعد إلى تليف الكبد ومن ثم تشمع الكبد وفقدان وظيفته نهائيا. أيضا من الأسباب النظرية أن لا يستطيع الكبد القيام بتخليق أحد أنواع الشحميات الفوسفورية التي تغلف التراي أسايل غليسيرول، وهنا تدخل أسباب كثيرة، بعضها نسميه العوامل الصارفة للشحميات والتي مرت معك عندما درست المواد الشبيهة بالفيتامينات. أيضا من الأسباب الأخرى التي تقود إلى تشحم الكبد حدوث زيادة في تناول السكريات بشكل مستمر ومزمن، بحيث تفوق قدرة الكبد على تصريفها على شكل VLDL. الأمر الآخر الذي يحدث، نعود مرة أخرى ونذكر بأن الكبد خلال الصيام أيضا يصنع VLDL من الفاتي أسيد القادمة من النسيج الشحمي، وفي هذه الحالة يأخذ الكبد الفاتي أسيد ويحولها ضمنه إلى تراي أسايل غليسيرول ويصدرها على شكل VLDL. أي سبب سيقود إلى زيادة تحلل الدهون في النسيج الشحمي سيؤدي إلى تشمع كبد. لماذا؟ لأن زيادة التحلل ستزيد حمل الكبد، وبالتالي سيصنع كميات كبيرة من تراي أسايل غليسيرول تفوق قدرته على تصديرها، وبالتالي ستتراكم بداخله وتسبب تشحم الكبد. من الحالات التي نراها في وتعطينا هذه النتائج البدانة والداء السكري بسبب مقاومة الإنسولين وعدم عمل الإنسولين، لأننا نعرف عادة أن الإنسولين يثبط تحلل الدهون، في غياب الإنسولين يزداد تحلل الدهون، يزداد كمية الحموض الدهنية الواردة إلى الكبد، وبالتالي تفوق قدرته على التصدير، ويوما بعد يوم تتراكم هذه التراي أسايل غليسيرول داخل الكبد وتقود إلى تشحم الكبد الذي كما قلنا منذ قليل يمكن أن يتحول إلى تليف وبالتالي تشمع. هذا ما يسمى non-alcoholic fatty liver.
أي لعلاقة الكحول، لأن هناك شكل آخر للتشحم والتشمع مرتبط باستهلاك الكحول. النقطة الأخرى الآن التي سنتحدث عنها هي استقلاب LDL. سأجري لك هنا اختبارا لذاكرتك وفهمك للجزء السابق من المحاضرة. هذه 5 أسئلة: من أين يأتي LDL؟ من أي عضو؟ منشأه الأولي؟ أين يتشكل؟ في أي مكان في الجسم؟ كيف يتشكل؟ يتشكل من باي بوساطة الصميم البروتيني الرئيس، المكون الشحمي الرئيس. أرجو أن تتمكن من الإجابة قبل أن تتجمع حروف الإجابات التي ستظهر على اليسار هنا، فإن استطعت الوصول إلى هذه الإجابات قبل أن تتجمع هنا تكون قد فهمت الجزء السابق من المحاضرة. هذا عنصر لتشتيت الانتباه أيضا. هل وصلت إلى الأجوبة؟ ليس بعد. تابع المحاولة. أعتقد أنها أصبحت واضحة تماما. كما ترى أمامك هي تنشأ أصلا من الليفر، لأنها تتشكل في الدم من VLDL بوساطة الليبوبروتين لايبيز، وصميمها الرئيس هو البيمية، والمكون الشحمي الرئيس هو الكوليستيريل إستر. ما هي وظيفة LDL وما هو مصيره النهائي؟ أعتقد أنك كونت فكرة عن هذا الموضوع. LDL ينتج عن VLDL بعمل ليبوبروتين لايبيز، أي أن VLDL قد تخلص من التراي أسايل جليسيرول وبقي فيه الكوليسترول الذي يشكل المكون الرئيس ل LDL، وبالتالي وظيفة LDL هو نقل الكوليسترول من الكبد إلى باقي الأنسجة الأخرى. مصيره النهائي، تعال نتابع باقي المحاضرة. هذا هو شكل مستقبلات LDL والتي تسمى ABO-B100/ABO-E receptor. هذه المستقبلات عادة تتعرف بشكل رئيسي على ABO-B100، لكن أيضا تتعرف بشكل ثانوي على ABO-E. يبدو أن هناك بعض التشابهات بينهما ولذلك سميت بهذا الشكل، والاسم الأعم لها هي مستقبلات LDL. عندما يوجد الـ LDL بتماس خلية ما، فإنه ينقل لها الكوليسترول بثلاث طرائق. الطريقة الأولى غير مهمة فيزيولوجيا وليست بالفاعلية المهمة، هي طريقة الانتشار. عندما تكون خلية بجانب الـ LDL، إذا كان ينقصها الكوليسترول وتركيزه في الـ LDL عالي، سينتقل الكوليسترول من LDL إلى هذه الخلية بالانتشار. وكما قلت لك هي طريقة ليست مهمة فيزيولوجيا ولا كميتها كبيرة.
الطريقة الأخرى هي الطريقة التي تنظمها المستقبلات، هي طريقة منظمة تتواسطها المستقبلات. أي مستقبلات؟ هذه المستقبلات مستقبلات الـ LDL التي تتكون كما تشاهد أمامك من جزء خارجي، هذا هو الغشاء الخلوي. خارج الخلية هناك جزء يكون فيه حقل ارتباط الصميم B100 وبالتالي الـApoE أيضا. هذا المستقبل أيضا بروتين سكري يحتوي على بعض قلائل السكريات وهي موجودة فقط في الجزء خارج الخلوي. هناك جزء عابر للغشاء وهناك جزء داخلي يعمل على تجميع الـ LDL وتشكيل بيت كلاثرين كوتيد بيت، وحدات مغطاة بالكلاثرين وتحوي المستقبلات المرتبطة بالـ LDL كما سنرى بعد قليل. الطريقة الأخرى الثالثة هي طريقة غير منظمة وتسمى سكافينجر باسوي أو سبيل الكسح، وسندرس هاتين الطريقتين بالتفصيل فيما يلي. الطريقة الأولى هي الطريقة المنظمة، قبض منظم ريسبتور ميدييتد، هذا يعني أن الخلية لا تأخذ الـ LDL إلا إذا كانت تحتاجه. وكيف نعرف أنها تحتاجه؟ سنعرف أنها تحتاجه من خلال إصدار مستقبلاتها على سطح الخلايا. هذه الخلايا عندما تحتاج الكوليسترول ستطلق الـ LDL ريسبتور إلى سطحها وبالتالي تلتقط الـ LDL وتدخله إلى داخلها. إذا لم تكن بحاجة إلى الكوليسترول، سنرى بعد قليل أن وجود الكوليسترول بكميات كبيرة سيؤدي إلى عدم انطلاق الريسبتور إلى سطح الخلية. ما الذي يجري في حالة هذا القبض المنظم؟ هي حالة بشكل أو بآخر إندوسايتوزيس، ريسبتور ميديتد إندوسايتوزيس. هذه هي المستقبلات على سطح الغشاء الخلوي. هذه المستقبلات تقوم بجذب الكلاثرين في الداخل وجذب الـ LDL من خارج الخلايا، فتتشكل وحدات أو طيات صغيرة في الغشاء محاطة بالكلاترين. في المرحلة الثالثة تحدث انفصال لهذا الجزء من الغشاء ليتشكل حويصل مغلف بالكلاترين ويدخل إلى الخلية، وبمجرد دخوله إلى الخلية ينفصل الكلاترين ويعود من جديد إلى السطح الداخلي للغشاء، بينما تبدأ داخل الخلية عملية ضخ البروتونات بواسطة الاتيباز. هذا الضخ سيقود إلى تغير البي اتش وانخفاضها داخل الحويصل، مما يقود إلى انفصال في المستقبلات عن الـ LDL، ومن ثم تشكيل حويصلين جديدين أحدهما يحوي على المستقبلات ويعود مرة جديدة إلى الغشاء ليجذب مرة أخرى الكلاثرين والـ LDL وهكذا. أما الجزء الآخر الذي يحتوي على الـ LDL فيندمج مع الجسيم الحال الأول اللايزوزوم ليتشكل جسيم حال ثانوي سكندري لايزوزوم. هذا الجزء يبدأ معه بداخله الحلمها، حلمهة كل مكونات الـ LDL إلى مكوناتها الأصغر، ومن هذه المكونات الكوليسترول الذي عندما يرتفع داخل الخلية يقوم بتحفيز إنزيم خاص اسمه أسايل كوليسترول أسايل ترانسفيريز، وبالتالي نقل الأسيل الحمض الدهني إلى الكوليسترول لتشكيل الكوليسترول المؤثر، وهو شكل التخزيني للكوليسترول. ولو لم نقم بهذه العملية لخرج الكوليسترول أيضا إلى الغشاء وربما إلى خارج الخلية وانتقل إلى الـ LDL أو الـ HDL أو إلى آخره. إنما بهذه الطريقة خزننا الكوليسترول داخل الغشاء، وعندما يرتفع الكوليسترول داخل الخلية سيقود إلى عدة نتائج. النتيجة الأولى سيوقف أو يثبط تخليق ونشاط الـ HMG-CoA reductase، مختزلة الـ HMG-CoA وهي
أهم الإنزيمات أو الإنزيم المحدد لمعدل تخليق الكوليسترول داخل الخلية، وبالتالي هو سيثبت تخليق الكوليسترول، وأيضا ارتفاع الكوليسترول سيثبت حركة ونشاط وتخليق مستقبلات الـ LDL، وبالتالي يوقف وجودها ويوقف خروجها إلى خارج الخلية، وبالتالي يوقف استيراد الكوليسترول إلى داخل الخلية. النقطة المهمة هنا أن أي طفرة في البيمية أو طفرة في المستقبلات نفسها ستقود إلى عدم قدرة التعرف، عدم قدرة تعرف المستقبلات على الـ LDL، وبالتالي سيبقى الـ LDL في الدوران، مما يقود إلى ما يسمى فرط كوليسترول الدم العائلي النمط الثاني familial hypercholesterolemia type 2، الذي يقود إلى تصلب شرياني وأمراض قلبية وعائية في عمر مبكر. إذن عندما تسمع خلال استجوابك للمريض عن وجود قصة عائلية لإصابات قلبية متكررة في أعمار مبكرة، فابحث عن هذا المرض، اطلب قياس LDL في البلازما والصميم بيمية، ستجد أنها مرتفعة، وبالتالي ستعرف كيف تتعامل مع هذه الحالات. النقطة الأخرى المهمة أيضا هي علاقة الدرق، الغدة الدرقية بفرط كوليسترول الدم. الآن التيروكسين في مكان آخر ستجده هو الذي ينشط تحويل الكوليسترول إلى حموض صفراوية، هو الذي ينشط تخليق الحموض الصفراوية من الكوليسترول القادم من الدم. انتبه إلى هذه النقطة جيدا، التيروكسين هو الذي ينشط تحول الكوليسترول إلى حموض صفراوية، وبالتالي اطراحها خارج الجسم، وبالتالي اطراح الكوليسترول خارج الجسم. التيروكسين أيضا يساهم في زيادة ارتباط المستقبلات بالـ LDL. في حال القصور الدرقي سينقص ارتباط المستقبلات مع LDL، وربما بسبب نقص تخليقها أصلا، نقص عددها أصلا، وأيضا سينقص تخليق الحموض الصفراوية، وبالتالي سيبقى الـ LDL متراكما في الدم، ولن أخذ كوليسترول من الدم لأخلق حموض صفراوية، هذا ما سيقود إلى فرط كوليسترول الدم. إذن هذا شكل من أشكال فرط كوليسترول الدم ليس عائليا كما هي الحال هنا، وإنما مكتسبا لأسباب أخرى منها نقص التيروكسين. أسباب فرط كوليسترول الدم كثيرة، وأنا أحاول الآن أن أعدد بعضها لك. الحالة الأخرى التي قد تؤدي إلى زيادة LDL، لنأخذ حالة السكري. السكري هو ارتفاع لجلوكوز الدم لكميات كبيرة ولفترات طويلة. عندما يرتفع سكر الدم سيرتبط مع البروتين بيمية. أنتم تعرفون أن يوجد في جسمنا مركبات تدعى البروتينات السكرية، وهي تنجم عن ربط السكر بالبروتين. صحيح أنها تتشكل بتفاعلات إنزيمية، لكن قلنا سابقا ونقول مرارا أن كل ما يحدث بالإنزيمات يمكن أن يحدث دون إنزيمات، إنما ببطء. لكن في حالة السكري سيحدث أن الجلوكوز كمياته كبيرة ولفترة طويلة، وبالتالي توفر الركيزة سيقود إلى زيادة سرعة واحتمال ارتباط السكر مع البروتين. أحد هذه البروتينات التي يرتبط بها الجلوكوز هي الإيبوبيمية. عندما يرتبط بالإيبوبيمية يغيره، يعدله، نحصل على الـ LDL المعدل. هذا التغيير سيقود إلى أن المستقبلات لم تعد تتعرف على البيمية، وبالتالي الـ LDL يبقى في الدم، مما يقود إلى ارتفاع الـ LDL فورت كوليسترول. وهذا له تأثيراته المرضية كما سنرى بعد قليل. أيضا لسبب ما، نقص مضادات الأكسدة، نقص الفيتامينات، نقص العوامل التي تساهم في العمل ضد المؤكسدات أو زيادة التعرض للمؤكسدات، كلها ستقود إلى أكسدة
الليبوبيمية الموجود في LDL، وبالتالي ستقود إلى LDL معدل وستقود إلى عدم تعرف المستقبلات على LDL وبقائها في الدم، وكل هذه الحالات ستقود إلى فرط كوليسترول الدم. ما هي المشكلة في حدوث فرط كوليسترول الدم وزيادة LDL؟ المشكلة يفسرها لنا السبيل الآخر لقبض LDL، ألا وهو سكافينجر باثوي أو سبيل الكنس أو الكسح. ميزة هذا السبيل صحيح أنها تتوسط مستقبلات خاصة تدعى سكافينجر ريسبتور كلاس A، لكن حقيقة هذه المستقبلات ليست نوعية LDL، وهذه الطريقة كلها والسبيل كله غير منظم. ما الذي يحدث عندما يزداد LDL لسبب ما، استقلابي أو أكسدي أو بسبب السكري؟ تقوم الخلايا البالعة بابتلاعه بثلاث طرائق، إما بالماكروبينوسايتوزيس أي الاحتساء الذي يأخذ جزءا صغيرا فقط من LDL، أو بالفاجوسايتوزيس البلعمة، كما تشاهد كميات كبيرة من LDL تدخل إلى داخل الخلية، أو عن طريق سكافينجر ريسبتور نمط A أو كلاس A، وبالتالي سيقود هذا إلى تراكم كميات كبيرة من LDL داخل الخلايا البالعة، مما يقود إلى كبر حجمها بشكل كبير وعدم قدرتها على الحركة بشكل جيد، وبالتالي ينظر إليها الجسم على أنها أجسام غريبة. هذه الأجسام الغريبة يجب أن نقاتلها. كيف نقاتلها؟ بحدوث الاستجابة الالتهابية، ومن هذه النقطة تبدأ فكرة التصلب العصيدي وحدوث اللويحة العصيدية وحدوث الأمراض التصلبية وتصلب الشرايين والأمراض القلب الإقفارية. هذه الخلية البالعة البلعمية التي تحتوي على كم كبير من LDL وحجمها كبير نسميها الخلايا الرغوية. إذن تسلسل حدوث الإصابات التصلبية العصيدية، كما نشاهد هنا تراكم الكوليسترول إستر في البالعات بسبب زيادة LDL وبسبب زيادة الكنس سبيل الكنس أو الكسح، مما يقود إلى تشكل خلايا رغوية. هذه الخلايا الرغوية تقود إلى ارتكاز التهابي وتشكل لويحة العصيدية، والتي تقود في النهاية إلى أمراض التصلب العصيدي مثل فرط ضغط الدم، أمراض الأوعية الإكليلية، احتشاء العضلة القلبية، وأشكال أخرى من أمراض القلب الإقفارية ischemic heart disease. آخر شكل من أشكال البروتينات الشحمية هو الـ HDL، كما تجد أمامك وظيفته، وكما مر معك منذ قليل هو مخزن للصمائم في الدوران، يعطي الصمائم للكايلوميكرون والVLDL. أما وظيفته الأخرى الأهم فهي reverse cholesterol transport، نقل الكوليسترول العكسي. ماذا نقصد بنقل الكوليسترول العكسي؟ الـ LDL ينقل الكوليسترول الـ LDL أتحدث من الكبد إلى الأنسجة الأخرى، ولذلك هو سيء. أما الـ HDL فينقله بالعكس، لذلك سميت نقل الكوليسترول العكسي. ينقل الكوليسترول من الأنسجة إلى الكبد، حيث يحتمل أن يقوم الكبد بإطراحها إلى خارج الجسم، ولذلك فهو كوليسترول جيد. الآن أين يخلق الـ HDL بشكل رئيسي في الكبد؟ يقال أن الأمعاء الدقيقة تساهم قليلا في التخليق، لكن انتبه، الأمعاء الدقيقة لا تصنع الـ ApoE ولا الـ C. الـ ApoE أو الـ C إذا وجد في الدوران مع الـ HDL فهو قادم من الكبد. كيف يحدث ذلك؟ الأمعاء الدقيقة تشكل الـ HDL وترسله مع الـ A1 ومع الليسيسين كوليسترول أثيل ترانسفيريز. عندما يصل إلى الدوران يأخذ من زملائه من نفس النوع الـ A والـ C والقادمين من الكبد. وفي أول تشكله الـ HDL يكون بشكل القرص، بشكل الليرة،
التي الليرة الحجر الحديد التي تعرفونها، وكما تشاهد عبارة عن طبقة شحمية فوسفورية مضاعفة، عبارة عن طبقة من الشحميات الفوسفورية مرتبط بها الـ A1 صميم البروتيني A1 وإنزيم يدعى لسيسين كوليسترول أسايل ترانسفيريز، ناقلة الأسيل من الليسيتين إلى الكوليسترول، وسنرى وظيفتها بعد قليل. النقطة الأخرى المهمة في هذا السياق هو أن هذا الـ HDL يكون تقريبا كما البالون لكن غير المنفوخ. عندما ننفخ البالون يتحول إلى هذا الشكل الكبير، غير منفوخ نجد أنه متقارب من بعضه، وهذا هو حال الـ HDL القرصي. طيب، هنا الهواء ينفخ البالون، ما الذي ينفخ الـ HDL ويحوله إلى شكل أكبر؟ تعالوا نرى. أول الأشياء أن هناك مجموعة من النواقل تدعى ATP Binding Cascade Transporter 1 موجودة في باقي الأنسجة، تقوم بنقل الكوليسترول إلى الـ HDL القرصي، وبالتالي يحدث كوليسترول هنا أنه يتجمع داخل الـ HDL فيبدأ حجمه بالتزايد ويتحول الـ HDL القرصي إلى الـ HDL 3 رقمه 3. هذه الترقيمات لها علاقة بالرحلان الكهربي ومدى السير في على ورقة الرحلان الكهربي. هذه أول طريقة. أيضا من الطرائق الأخرى أن يحدث انتشار بسيط للكوليسترول من الخلايا من الأنسجة إلى الـ HDL، وقلنا سابقا أن هذه عملية ليست مهمة أو فاعلة فيزيولوجيا بالشكل المناسب. النقطة الأخرى أيضا أن الليسيسين كوليسترول أسايل ترانسفيريز، هذا الإنزيم المرتبط بالـ HDL، عندما يقترب الـ HDL من أي خلية أو من أي بروتين شحمي آخر سيبدأ بنقل هذا الإنزيم، سيبدأ بنقل الأسايل من الشحميات الفوسفورية إلى الكوليسترول الحر الموجود خارج الـ HDL، وبالتالي يتحول إلى الكوليسترول الإستر يدخل إلى داخل الخلية، أما الليسيتين فيتحول إلى اللايزوليسيتين. بهذه الطريقة يتم نقل الكوليسترول إلى داخل الغشاء داخل الـ HDL High Density Lipoprotein. تتابع هذه الأنسجة وهذه النواقل ترانسبورتر أعطاء أيضا الكوليسترول HDL 3 فيزداد حجمه ليصبح HDL 2. أيضا هذا الـ HDL 2 سيصل إلى نقطة من الحجم يصبح معها بعض المكونات قابلة للتعامل معه. هذه المكونات ما هي؟ SRP1 سكافينجر ريسبتور P1 موجودة في الكبد والأنسجة المولدة للستيرويدات، تأخذ منه المكونات فوسفوليبيد كوليسترول إستر إلى آخر. الليبازة الكبدية أيضا تقوم بحلمهة مكوناته وقبضها إلى داخل الخلية. بهذه الطريقة يتحول الـ HDL2 مرة أخرى إلى شكل أصغر، يعود HDL3 يحمل كوليسترول وهكذا دواليك، إلى أن يأتي الوقت الذي يتحول فيه الـ HDL2 إلى مجرد A1، بحيث أن هذا الجزء كله دخل إلى الكبد، يبقى الصميم، هذا الصميم إما أن يرتبط مع قليل من الفوسفوليبيد والكوليسترول ليشكل بري بيتا HDL ويأخذ من الأنسجة الكوليسترول فيكبر ويتحول إلى HDL قرصي ليعاود الدورة، أو أن الـ A1 تقول الأبحاث بأنه يذهب إلى الكلية ويتقوم الكلية بتحويله إلى حموض أمينية وإعادة استخدامه.
هذا هو شكل نقل الكوليسترول العكسي والذي يقوم به الـ HDL. باختصار الـ HDL يتخلق في الكبد بشكل الرئيس، يدخل على الدوران بشكل HDL، يلملم الكوليسترول من الأنسجة والخلايا والبروتينات الشحمية الأخرى بعدة طرائق، منها بواسطة النواقل، هذه النواقل ABC1، ومنها عن طريق لسيسين كوليسترول أسيل ترانسفيريز، وأيضا يقود ذلك إلى تحويل الشكل القرصي إلى شكل أكبر HDL3، وبالتالي إلى شكل أكبر أكثر HDL2. يتعامل معها الكبد ويأخذ هذه المحتويات إلى داخلها بطريق سكافينجر ريسبتور B1 وبطريق الليباز الكبدية. الابو اي 1 اما تقول الابحاث اما ان الكبد يقبضه ايضا ويحوله الى حموض امينيه، او انه يتم استقلابه في الكليه، او انه يتحول مره اخرى الى بريبيتا اتش دي ال الذي ياخذ بعض الفوسفوليبيد والكوليسترول ويتحول الى الشكل القرصي بمساعده ابي سي 1 ريسبتورز. النقطة المهمة جدا هنا هي أن الأندروجينات تنشط الليباز الكبدية والإستروجينات تثبطها. هذا يعني أن الليباز الكبدية عند الذكور أكثر نشاطا وأكثر كمية، وبالتالي العمر النصفي لهذه النواقل الـ HDL أقل، وبالتالي تركيزها في الدوران أقل، وبالتالي قدرتها على نقل الكوليسترول العكسي أقل، وبالتالي قدرته على التخلص من الكوليسترول أقل، ولذلك نجد أن الذكور معرضين لفرط كوليسترول الدم والأمراض القلبية الوعائية أكثر من غيرهم بسبب نقص الـ HDL، بالمقارنة مع الإناث اللواتي يكون لديهن الاستروجين عاليا ويقود إلى تثبيط الليباز الكبدية، مما يقود إلى زيادة العمر النصفي لهذه النواقل لهذه البروتينات الشحمية. طالما نتحدث عن الكوليسترول فيجب أن نتحدث عن الكارديوفاسكولار ريسك فاكتورز أو عوامل الاخطار القلبية الوعائية. المقصود بعوامل الاخطار أو ريسك فاكتورز هي العوامل التي إن وجدت يزداد احتمال الإصابة القلبية الوعائية. هناك عدة أنواع: عوامل اخطار غير قابلة للتعديل وعوامل اخطار قابلة للتعديل. أول عامل اخطار غير قابل للتعديل العمر، بصرف النظر عن الجنس، مهما كلما زاد العمر زادت احتمال الإصابة وهذا معروف. الجنس، الذكر أكثر إصابة من الإناث ومنذ قليل مر معك السبب، لكن هذا السبب ينتفي بعد سن الإياس عند الإناث. أيضا إيجابية سابقة في القصة المرضية العائلية أو الشخصية، وجود قصة عائلية لإصابة قلبية يزيد احتمال الإصابة وهو يعتبر ريسك فاكتور. وجود قصة شخصية سابقة أيضا هو ريسك فاكتور. كل من يصاب بآفة قلبية وعائية سابقا فتزداد عنده احتمال الإصابة اللاحقة بالآفة الثانية أو بالهجم الثاني أو بالنوبة الثانية. قصة إصابة قلبية في عمر مبكر ذكرنا منذ قليل، فرط كوليسترول الدم العائلي. أيضا لا تنسى الدور الذي يلعبه البروتين الشحمي A-small والذي ذكرناه وتحدثنا عنه جيدا وعن دوره في تشكيل الخثرات في محاضرة هضم وامتصاص الشحميات. هناك عوامل اختطار قابلة للتعديل مثل اضطراب شحميات الدم التي مرت معك منذ قليل خلال دراسة الاستقلابات. الحالة الالتهابية، كلما زادت الحالة الالتهابية زاد احتمال الإصابة القلبية الوعائية. التدخين أيضا، فرط ضغط الدم، البدني، السكري، نقص النشاط البدني، كلها عوامل اختطار قلبية وعائية قابلة للتعديل. حتى الداء السكري قابل للتعديل والبدني أيضا قابلة للتعديل، وأيضا فرط كوليسترول الدم قابل للتعديل بالعلاجات الحديثة وبالأشكال الحمية المختلفة والأدوية المختلفة. هناك عوامل اختطار سلبية أي واقية، ما هي برأيك؟ حاول أن تختبر فهمك للمحاضرة.
نعم الإناث أقل من 55 سنة الـ HDL عندهم عالي، زيادة HDL لأي سبب آخر والنشاط البدني وأي سبب آخر أو عامل آخر يخفف من هذه العوامل، عوامل الاختطار كلها تعتبر عوامل وقي. الآن كيف نقيم عوامل الاختطار؟ هذا ما نشرته منظمة الصحة العالمية في 2009 عن الأمراض القلب الإغفارية. صحيح أن تاريخه قديم لكن لا يزال ساريا ولا يزال صحيحا حتى هذه اللحظة. كما تشاهد العمر والجنس، الحقيقة التعليم، مستوى التعليم والمستوى الاجتماعي تتغير معه هذه العوامل كلها، وأيضا الدخل تتغير معه هذه العوامل كلها، النشاط البدني نقصه، زيادة مدخول الدهون، زيادة الوزن، الكحوليات، التدخين، كلها ستقود في النهاية إلى فرط كوليسترول الدم وفرط التوتر الشرياني والداء السكري، وكلها ستقود إلى أمراض قلب إغفارية. كيف نقيم عوامل الاختطار هذه؟ طبعا هناك عدة طرائق للتقييم. الأول البحث عن السوابق المرضية العائلية، كما قلنا وجود سابقة مرضية عند أحد أفراد العائلة الأقارب بالدرجة الأولى يعني زيادة احتمال الإصابة عند هذا الشخص. السابقة الشخصية أيضا نفس الكلام، الفحص السريري، البحث عن فرط الضغط، البحث عن تغيرات في تغطية القلب الكهربائي. ما يهمنا أكثر هنا الاختبارات المخبرية، اختبارات عامة نشوف هل عنده سكري، هل هو كحولي، نقيس كيف نعرف أن المريض كحولي، ما هو البروتين الذي نقيسه، الحالة الالتهابية نقيس CRP، والأهم في هذه اللحظة هو بروفيل الشحميات أو سيرم ليبيد بروفايل. بروفيل الشحميات هو اختبارات، مجموعة اختبارات مع بعضها، نقيس التراي أسايل جليسيرول يجب أن لا ترتفع عن 150، توتال كوليسترول يجب أن لا يرتفع عن 200، LDL كوليسترول يجب أن لا يرتفع عن 100، والHDL كوليسترول يجب أن لا يقل عن 35 إلى 40. هذه هي عوامل التقييم. طبعا كما تشاهدون التراي أسايل جليسيرول اتفقنا أن زيادته يعني زيادة كايلوميكرون أو زيادة VLDL، وبالتالي زيادة أحجام كبيرة، زيادة لزوجة في الدم، نقص جريان دم، زيادة احتمال الخثرات. توتال كوليسترول والLDL كوليسترول مرتبطين مع زيادة تشكل الويحة العصيدية وبالتالي حدوث ما يسمى التصلب العصيدي. الآن الـ HDL كوليسترول هو العامل الواقي، لكن حقيقة هذه المقاييس مطلقة، يعني عندما نقول توتال كوليسترول فنحن نتضمن الـ HDL كوليسترول، ولذلك لا يجب أن نعتمد على القيم المطلقة، وهذا ما أدى إلى لجوئنا إلى النسب. قياس نسبة LDL على HDL يجب أن لا تزيد عن 4، توتال كوليسترول على HDL يجب أن لا تزيد عن 6. هذه النسب أفضل لتقييم عوامل الاختطار من قياس القيم المطلقة. الأفضل على من ذلك هو قياس ما يسمى non-HDL كوليسترول. ماذا يعني هذا الكلام؟ هو total كوليسترول ناقص الHDL. الكوليسترول أين موجود في الدم؟ موجود في كل بروتينات الشحمية التي ذكرناها منذ قليل. نحن نقيس في حالة الصيام عادة، حالة الصيام يعني لا يوجد كايلوميكرون، وبالتالي نستثني هذه الجزئية. إذن الكوليسترول موجود في VLDL والIDL والLDL والبقاء والكايلوميكرون إذا كانت ما تزال موجودة بعد الصيام 12 ساعة، وهذا غالبا غير صحيح. كل هذه البروتينات الشحمية محدثة للتصلب العصيدي، وكلها تحتوي البي 100 ما عدا الـ HDL هو الوحيد الذي يحمي، وبالتالي أفضل وأوفر ماديا أن نقيس non-HDL، لأنه يكفي أن نقيس توتال كوليسترول والـ HDL ونطرحهما من بعضهما ونحصل على الـ HDL كوليسترول الذي يمثل كل الكوليسترول الموجود في البروتينات الشحمية المحدثة للتصلب العصيدي. أيضا لا تنسى أن الـ HDL الحامي يكون مرتبط بالصميم A1، أما البروتينات الشحمية الأخرى المحدثة للتصلب العصيدي فهي مرتبطة دائما بالصميم البروتيني B100، ولذلك قياس نسبة الـ A1
الليبوبي على الـA1 هو أفضل معيار من هذه المعايير كلها لتقييم عوامل الاختطار القلبي الوعائية فيما يتعلق بالشحميات، لكن بسبب غلاء أسعارها وعدم توافرها في كثير من الأماكن نبقى نعتمد على هذه القياسات الأخرى. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى عن استقلاب الترايأسايلغليسرول في الجسم. شكرا لكم.